أبدأ مع ضيفتي في الاستوديو دكتور مها. دكتور مها، يعني على أي شيء بتراهن نيكي هايلي في هذا الصدام مع دونالد ترامب، على الرغم من أن هي حظوظها مش أفضل حاجة، ولكنها تنتقل من ولاية لولاية على حسب بعض التقارير لوكالة أسوشيتد بريس، بتراهن على إيه؟ خليني في البداية أقول لحضرتك أن احنا متوقعين برضو سباق رئاسي انتخابي في الولايات المتحدة هيكون ساخن جدا في وسط مشهد معقد بيصعب التنبؤ بيه والتنبؤ بمساراته المستقبلية. كان في مرشحين كتير في الحزب الجمهوري بينافسوا ترامب زي مايك بنس وروند سانس وغيرهم، وفي الآخر المشهد وصل قدامنا بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونيكي هايلي. رغم كل يعني أغلب التحليلات بتقول إنه فرص نيكي مش بالقدر الكبير إن هي تكمل، بس في إصرار منها على إن هي تكمل، رغم إن في تيار جوه الحزب الجمهوري بيطالبها إن هي خلاص تتنحى وتسيب الموضوع لترامب، بس هي عندها إصرار. وفي اعتقادي إن ده بيتم عشان مجموعة من الأمور، لسه هي وراها مجموعة من ممكن نقول بقى من رجال الأعمال أو من الداعمين اللي لسه بينفقوا على حملتها في موضوع الدعاية الانتخابية. بلس ان هي ممكن تكون هي مستنية اي تغير مفاجئ يطرق على المشهد ويعزز من فرصها، ممكن يكون احد هذه الحاجات ما هي مسألة التهم اللي بيتعرض لها ترامب، فممكن هي شايفة ممكن انه في لحظة ما الحزب الجمهوري يشوف انه ترامب لا يصلح لده، وانه كده مش هيكون في حد غيره، مش هيكون في حد غيرها هو اللي يكون موجود، فهي ممكن تكون لسه بتراهن على ان لسه قدامها فرص، رغم ان التصويت بيقول لنا انه لا، شعبيتها مش بالشكل اللي تقدر تنافس بيه ترامب.